هذه أذكار كان يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في طرفي النهار، وهي التي يقال لها أذكار الصباح والمساء، تواظب عليها ولا تفارقها. ولتعلم أن أهم مهم في حياتك أن تخلص قلبك لربك. كان الأئمة، أئمة أهل السنة، يكتبون في الزهد، الزهد لأحمد، الزهد لهناد بن السري، الزهد لوكيع بن الجراح، الزهد لابن أبي عاصم، الزهد للبيهقي. هؤلاء أئمة السنة كانوا يكتبون في الزهد، يجمعون في الزهد كتبا مسندة على قاعدة المحدثين. قد يتسمحون ويتسامحون بعض الشيء عندما يروون حكايات الصالحين، كل ذلك لرعاية القلب حتى لا تنشب الدنيا فيه، أي في القلب، أظفارها، وحتى لا تلتقمه الدنيا بأنيابها، لأن الأصل هو في القلب. إذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد القلب فسد سائر الجسد. فهؤلاء الأئمة كانوا يراعون ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ما نظرنا إلى الذكر، إلى الذكر المقيد الموظف، وإلى الذكر المطلق، علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا لشغل خريطة اليوم بالأذكار في كل الحالات وعلى جميع الحالات وفي كل الأوقات، ومهما كان المرء متعرضا له من أمر، حتى عندما يريد أن يقضي حاجته، ذكر للدخول، دخول الخلاء، وذكر لخروج الخلاء، حتى عندما يريد أن يصل أهله ذكر كذلك، في كل شيء، في الطعام وفي الشراب، في خلع الثوب وفي لبسه، عندما يريد أن يأكل، عندما يريد أن يشرب، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي لا يلتفت إليها كثير من المسلمين. ومن المحزن أن كثيرا من طلاب العلم على منهاج النبوة لا يلتفتون إليها أيضا. في القلب قساوة لا يذيبها إلا ذكر الله، والأئمة كتبوا في هذا أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب في هذه الأمور في عمل اليوم والليلة، اسمه الكلم الطيب، وهو الذي حققه العلامة الألباني فيما سماه بصحيح الكلم الطيب. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتب في ذلك كتابا برأسه، الوابل الصيب، وذكر فيه فوائد الذكر فيما يقرب من 100 فائدة سردها بأدلتها، رحمه الله رحمة واسعة. ثم أتى بأذكار اليوم والليلة، أذكار اليوم والليلة للنساء، لابن السني فيما يسمى بعمل اليوم والليلة، للبيهقي، لغيرهم من الأئمة الأعلام. هذا أمر مهم غاية، ولكن كثيرا من طلاب العلم لا يلتفتون إليه، لذلك لا يعانون على الطلب، وتقسو منهم القلوب، وتجفو منهم الألسنة، فيكون الجفاء في المنطق علامة من علامة يبس اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اللسان الذي لا يذكر الله تبارك وتعالى لسان يابس، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. إياك أن تحسب أن هذا الأمر إنما هو من فعل الصوفية أو من فعل العباد الذين لا مشاركة لهم في العلم، هذا من أخطر الأمور، وهو من معالجة الخطأ بالمبالغة في الخطأ الذي يولد انحرافا آخر، لأن المبالغة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما أغرقت الصوفية فيما ابتدعوه من الذكر الذي زعموه ذكرا بحالات وحركات وأصوات وصيغ، قال بعض الذين يدعون إلى السنة هذا إذا ما أتي به كأنه من التصوف بسبب، ليس كذلك. أهل السنة لهم ذكرهم، وقد أمر الله تبارك وتعالى بالأخذ بذكره عند لقاء العدو، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالذكر في هذا الموطن، فماذا تريد بعد؟ وكان الأئمة لا يفطر الواحد منهم عن ذكر ربه، كذلك كان الرسول
وهو القدوة والأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الأمر يسير جدا وهين جدا وعسير جدا وصعب جدا. هو هين ويسير على من يسره الله عليه وهونه عليه، وعسير وصعب على من عسره الله عليه وصعبه الله عليه. هو لا يكلفك شيئا، ذكر الله عز وجل باللسان لا يكلفك شيئا. قد لا تسمح النفس بالدرهم، ولكن ألا يسمح المرء بالكلمة؟ قد جعل الله تبارك وتعالى اللسان ذا خاصة متفردة، هذا العضو لا يكف عن الحركة منذ الصباح إلى جوف الليل الآخر ولا يتعب، من حكمة الله تبارك وتعالى. ولكن في أي شيء يعمل؟ يعمل فيما يضر المرء. الأعضاء إذا أصبح الإنسان توجهت إلى اللسان تكفره، تقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. هذا اللسان ينبغي أن يضبط، ولكن هذا اللسان إنما يصدر عن القلب، فالذي تأتي به من قول فكأنما تكتبه بقلم، مداد هذا القلم في قلبك، فهذا اللسان إنما يستمد من قلبك. لذلك كان هذا الكلام الذي يأتي به اللسان إنما هو ظل لأصل، هو ظل لأصل، ظل لشيء. هل يستقيم الظل والعود أعوجه؟ هو ظل للقلب، لأنه إذا استقام القلب استقام اللسان. فعلى الإنسان أن يجتهد في ضبط هذا الأمر. كيف؟ قال النووي رحمه الله وغيره كما تجد ذلك في كتب القوم من أهل السنة، قالوا لو أن الإنسان كان في طريق فوجد بعرة ودرة فأخذ البعرة وترك الدرة يكون قد ظلم نفسه. الإنسان إذا أتى بالكلمة المباحة التي لا له ولا عليه هذه خسارة. لما روى ابن الجوزي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا فيه عما بلغناه عن إبراهيم عليه السلام، أقرئ أمتك السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة قيعان، جمع قاع وهي الأرض التي لا زرع فيها، الأرض الفلاة، وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأخبر أن من قال هذا زرع له في الجنة نخلة. لما مر على الحديث قال سبحان الله ما أكثر ما ضيعنا من النخل. إذا استطعت أن تقول هذا فشغلت الوقت واللسان بغيره مما هو مباح لا ثواب عليه ولا عقاب، تكون قد ظلمت نفسك، لأنه ما اجتمع قوم في مجلس كما سيأتي إن شاء الله ثم قاموا من غير أن يذكروا الله ويصلوا عليه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. تصور قوما حلقوا حول جيفة حمار منتنة وأخذوا ينهشون منها ويأكلون، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، إلا كان عليهم ترى، كما في حديث آخر وسيأتي هذا وهذا إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.